السؤال a a light ray enters from medium 1 to medium 2 as shown in the picture إذا الميديوم رقم 1 الفوق والميديوم رقم 2 تحت الزاوية زاوية السقوط الفوق uh, تيتا 1 شايفين كبيرة والزاوية تيتا 2 uh, صغيرة إذا سوف نتوقع أن N2 أكبر من N1 من قانون الانكسار The relation between the refractive indices N1 and N2 is that N1 is less than N2 بالطبع اذا مره اخرى اعادت رسم الشكل اذا تيتا 1 اكبر من تيتا 2 كما هو على الشكل <applause> تمام تيتا is counted اونلي 0 to 90 ديجريز صار بالكم ساين تيتا از increasing ان in this دومين اذا كل ما كان الزوايا اذا رياضيا في الربع الاول الداله ساين داله متزايده اذا <applause> تيتا تي 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 يكبر ساين تيتا تي تي يكبر ايضا تيتا تي ينقص ساين تيتا تي تي ينقص اوكي اذا اذا كان تيتا 1 اكبر من تي تيتا 2 معناه ساين تيتا 1 اكبر من ساين تيتا 2 معادله رقم واحد او اذا قسمت قسمت هذا على هذا معناه ساين واحد على ساين أكبر من واحد يعني هذا الانيكواليتي تقسمها يمين يسار بساين تا اثنين هنا يجيك واحد اللي هو هذا وهنا يجيك 1 على ساين تا هذه المعادلة رقم واحد ريفراكشن لو جيفز إذا قانون سنيل ديكارت يقول أنه ان 1 يساوي ان 2 اثنين سوف أه، سوف أقسم 2، تمام وأقسم أيضا بان ب1 إذا إذا قسمت بـ sin تيتا 2 هذا سوف يختفي ويظهر تحت هذا اللي هو sin تيتا 1 تقسيم sin تيتا 2 وإذا قسمت على n1 إذا n1 هنا يختفي وهنا يجي تحت n2 إذا sin تيتا 1 على sin تيتا 2 يساوي n2 على n1 وبما أنه هذا أكبر من واحد من المعادلة واحد إذا هذا أيضا أكبر من واحد و 2 على n1 أكبر من واحد معناه أنه n2 أكبر من n1 وهذا هو الاستنتاج الأخير